كنا في 1000 كيلو، نصور 1000 كيلو، فرحنا لاسطبل الخيول صور هناك وكذا. إبراهيم عنده حساسية من الخيل، إحنا ما ندري. المهم الرجال ركب الخيل، والخيل من خيالها وأنا خيال، صور كليب كامل وصور جنب الخيل من بنات الريح. أيوة صور كل شيء جنب الخيل، كل أكثر واحد اشتغل جنب الخيل إبراهيم. هو الحين ما يدري، إلى الحين ما يدري. لا هو ظاهر كان يدري. إبراهيم كنت تدري أنت صح؟ إنه عندك حساسية من الخيل. أيوة أنا عندك معلومة ولا بس؟ أيوة مع ذلك بس كان يصور. إيه كان يصور. المهم الرجال عيونه حمرت، جاه كتمة، انقرب خير، بدأ يزيد الوضع أكثر أكثر. إحنا خلصنا يعني، بدأ تخيل 9 الصباح و8 الصباح، الساعة 2 بالليل راجعين، 2 بالليل. كل ذا وهو مع الخيل. لا لا إيه إحنا نصور طول ال 2 بالليل، هو راح نام في المرتبة اللي ورا في الجمس آخر المرتبة. يا الله وقفنا عند مطعم مطر مطر مطر. خلي أداك طبيعي. لا لا الوضع لا تستثمر القصة. أيوه عز المطر كذا، إحنا تعبانين مواصلين. شوي نزلنا المطعم، رجعنا للسيارة، هذا فجأة قام من ورا كذا عيونه حمر. إيش فيه؟ وشايفة بموت بيقول كذا. إحنا خفنا، قلت خلاص طيب ما في مشكلة. أناظر كذا أشرف حمادة علي عيدروس هاني مقبل نزلوا خلوني في الجمس، وقفوا تاكسي أشرون تاكسي. لا قلنا ياسر بياخذونا. ياسر انت منتج، روح وصله. لا مو على منتج، مو على منتج. ما انت اللي كنت تسوق، انه فزع يعني. ايه المهم رحت. مو هنا السالفه. دقيقه ترى هذه فيها ستار. طيب دقيقه خلصنا الرجال صدق، الرجال اعطاني شعور. طبعا لا هو سوى، احنا واقفين نطلب عشاء. طيب تركنا العشاء، كلنا نروح نترك العشاء طالبين. ايه فالعشاء اهم من ابراهيم. المهم فاحنا فجاه ابراهيم قال دقيقه واخر المرتبه، روح نقعد مرتبه. نزل من السيارة جلس كذا على الأرض أو الشارع يحتري الصورة اللي حق كرة القدم قبل. إبراهيم هاني سأله ليش أنت نزلت من السيارة جلست؟ قال عشان إذا أغمى علي ما يغمى علي يقول لك الأرض قريبة. قال لك بالمرتبة أسهل يعني، بالمرتبة أسهل يعني، ليش نزلت من الشارع يعني؟ لا هم كانوا بيروحوا بالسيارة، هم يبهروا، هم كانوا بياخذوا السيارة. قلت لهم نزلوا هنا، كان نايم فاسخة عزكم الله الشوز. وهو ينتقل مرتبة المرتبة يسوي بالشوز كذا ويروح وراه الشوز كذا. المهم رحنا الآن كواليس الشباب، راح رجعوا للشقة، أنا رحت مع المستشفى. طبعا كنا في وقتها إجراءات لسه كورونا وكذا الوضع، فالرجال واصل لي شعور إنه يعني باقي إذا استغفر الله 10 دقائق يودع كذا يسولف ما في نفس. فدخلنا عند الاستقبال هادي، ظاهر مرة عليه حالات عادي. السلام عليكم. السلام. وش الاسم؟ يقول ايش؟ اقول ابراهيم. ايش ابراهيم الثلاثي؟ ايش؟ انا عارف اسم واحد. قلت النقيب، سجل اسمين. ابراهيم النقيب. قال لي قاعد يقول صراحة بموت. قال لي طيب ما في مشكلة، ايش عندك؟ المشكلة الكتمة. هو يوثق المشكلة الكتمة من اعراض كورونا. فهذاك ايوه كتمة. يقول اصلا انا رحت خيل، قاعد يقول له خيل؟ عيون امره خيل. يعني انه ترى مو كورونا، عرفت؟ يا الله رحت خيل. قلت له خفت الحجر هذا بدون ايوه قفل عليك شويه. ذاك خلص، ذا قال له خلاص استريح يمسك. لا 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 جلسنا، لازم مؤثرات صوتيه. جلسنا طبعا يعني انتو جالس في الطوارئ، تجيك حالات طفل مسكين يلا يتنفس، وكان وقتها اصلا الجو غبار، طفل عنده حراره، هذا تعبان مدري ايش. ويجونك ناس كذا تعرف بعض الهمجيين اللي يدخلون كذا على الدكتور مباشره، ما يعترف انت عندك رقم، عندك انتظار. فهذا جالس تعد من 1 إلى 10، يروح الله يكرمك دوره المياه يرجع. اذا بدا يزعل ثاني مره يرتفع ضغطه يروح دوره المياه ويرجع. انت جالس معه في نفس المكان. انا جالس بس يعني احاول اهدي الموضوع، انه هذا واضح شوي ينفجر. كل شيء يقول كذا، اقول ابراهيم استريح. ريلاكس اكل بخار بعدين يروح الدكتور. هو يقول انه على الاقل حطوا لي بخار بعدين اروح الدكتور. مو هنا النقطه مو هنا. الله يقطع شرك، كل الحروف دي ولا فيها نقطه. لا النقطه هنا الربط، هو ناوي انه يتوطى في بطن الدكتور خلاص، لانه يسمع الدكتور ينادي هذا. بعدين يا واحد جاء بعدنا ناداه ودخل عنده، وناس دخلوا بدون رقم استقبلهم الدكتور عادي. هذا دخل بيدخل الدكتور
قلت له خلينا روح الحمام روح الحمام. أقول لك شيء يا واضح الحمام يهديه فيروح الحمام شوي يرجع. راح الحمام شوي إبراهيم النقيب دكتور ينادي إبراهيم النقيب. رحت سحبته من الحمام جاء دخل عند الدكتور يا سويسري دخل عند الدكتور كذا الرجال معصب. الدكتور شال الكمامة كيف حالك يا إبراهيم؟ عرفتني ولا ما عرفتني؟ الرجال يبغى ينفحص هذا. أذكر قبل 5 سنوات قابلتك أنت وعبد محمد عباس. محمد عباس كان زميلي في الجامعة درسنا مع بعض درسنا طب مع بعض. دكتور راسه كبير ما اقدر اثبت المعلومه. القصيم الكلام ده صح؟ اي في القصيم. دكتور سليمان خالد سليمان تارك ابراهيم يعتدي على الدكتور كان دفع ابراهيم وشو؟ ابراهيم تعرف اللي يسلك لا يسلك وهو تعبان خويك بخار طيب وخويك بخار عباس حتى خويك لا وجهك يا وانا مكتوب طبعا يا عباس ما اعرف سبحان الله انا بس ابراهيم هو شوف ابراهيم يقول وين ابراهيم ما اعرف ابراهيم اي والله انه ما اعرفه متفخ وعيونه مختفيه قال لا في اول ما دخل حاط الكمامه قال ابراهيم وين قال انا ابراهيم سأل كمان قال انا ابراهيم قال ما عرفتك منتفخ قال لا انا كنت في خيل ما تجي ينتفخ من الخيل اعطاك ابراهيم ولا ما اعطاك ابراهيم بس لا نعطيك شيء يا ابراهيم النقيب يعني سبحان الله محمد عباس عشان انا انقذ حياتك في المجد وبرر لا بس دقيقه اقول لك حاجه السبب بعد الله في انقذ اقول لك حاجه والله هذا جانب ايجابي باتمان فرع البشر جانب ايجابي من صداقه محمد عباس وبرضه معرفتنا بعد ما خلصنا اعطانا ابر اعطانا ابو خالد قال خلاص روحوا مع الباب لا تكلم احد مستشفى خاص والله مجانا خلانا فحصنا واعطانا سوداني قلت اسمي يا جماعه الخير ما خلاص لا وانت قلت ابو راس كبير ما قلت حاجه ابو راس كبير يا مو رجعت الجروب والله كفو والله ونعم اي والله ونعم الدكتور ابو خالد عارف انا الحبيب ايوه رجعت الجروب ارسلت للمدير والله رد عليه ارسلت للمدير